السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. تحية طيبة للجميع وتحية احترام وتقدير لكل المتابعين. نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم الجمعة الأول من شهر أكتوبر 2021. إذا نتوقع متابعينا في الفترة الصباحية أجواء تقريبا صافية مشمسة على أغلب المناطق الجزائرية باستثناء غيوم كثيفة ستميز مناطق شمال الصحراء والواحات والأوراس مع بعض الزخات من الأمطار. أيضا الأجواء ستكون غائمة أقصى الجنوب الجزائري. في الفترة المسائية نتوقع لعودة الأمطار الرعدية وقد تكون غزيرة في بعض المناطق تشمل مناطق الأوراس ولايات باتنا باتجاه خنشلة وتبسة وسقهراز وقالمة وقسنطينة وشرق ولاية ميلا. تبقى الأجواء غائمة كليا على كل المناطق الشمالية في الفترة المسائية إلى الليل، وأيضا قليلة الغيوم على منطقة الصورة وشمال الصحراء والواحات، وقليلة أيضا الغيوم على أقصى الجنوب الجزائري. نذكر متابعينا بدرجات الحرارة القصوى التي ستعرف تراجع طفيف، أين سنسجل تقريبا ما بين 20 إلى 25 درجة على كل المناطق الشرقية والمناطق الوسطى والهضاب العليا باتجاه المناطق الغربية. منطقة الصورة وشمال الصحراء والواحات ما بين 33 إلى 35 درجة، أما المناطق الجنوبية سنسجل ما بين 40 إلى 41 درجة. مرتفعات الهجار والتصريف سنسجل ما بين 29 إلى 31 درجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.